معلش انا برضو النقطه دي مهمه جدا ان انا اتكلم فيها مع حضراتكم. النادي الاهلي لما بيجي يعمل صفقات بيعمل ايه؟ طريقه اللي احنا نفكر في اسلام مثلا عايزين نجيب باك رايت مثلا يعني، او بلاش باك رايت، عايزين نجيب لاعب من اللاعبين اللي موجودين او مركز من المراكز اللي موجود، بنعمل ايه او النادي الاهلي بيعمل ايه؟ بيتكلم مع الجهاز الفني يقول له اكتب لي متطلباتك السنه اللي جايه في الاماكن اللي انت عايزها، ولو شفت لعيبه اكتب لي 1 2 3، يعني مثلا عايز في اي مركز من المراكز تكتب لي عايز مين نمره 1 مين نمره 2 مين نمره 3، عشان لو ما قدرناش نجيب 1 نجيب 2، ما قدرناش نجيب 2 نجيب 3. النادي الاهلي بدا صفقاته دي امتى؟ صفقات المستقبل، خدوا بالكم صفقات المستقبل. النادي الاهلي دي بداها امتى؟ مش في شهر 6 اللي فات، لا، النادي الاهلي بداها في شهر 12 اللي فات او في شهر 1 اللي فات. بدا تدعيم الفريق بشكل كبير جدا جدا جدا، يخليك تبص للمستقبل كده تقول ان شاء الله ربنا هيكرمنا الفتره اللي جايه، هنعمل كل اللي علينا وان شاء الله نكسب كل البطولات ان شاء الله، لان ده الطبيعي. فالنادي الاهلي بدا التدعيم من شهر 1 اللي فات مش من شهر 6. اللاعبين اللي هيجوا في شهر 6 دول المراكز اللي المدير الفني عايزهم، هو شايف مثلا ان عايز مركز اليو ديانج فجاب اليو ديانج، لازم نجدد لرمضان صبحي جددنا رمضان صبحي، والبقيه تاتي. البقيه دي ايه؟ احنا مش هنجيب 100 لعيب كمان، ولا هنجيب 15 لعيب ولا 10 لعيبه، لا، احنا هنجيب احتياجات الفريق او احتياجات المدير الفني عايز ايه. لما بيتناقش الكابتن محمود الخطيب مع مستر مارتن لاسارتي ومع كابتن سيد عبد الحفيظ بيوصلوا لحلول في الصفقات اللي عايزينها او في الناس اللي عايزين يجيبوها. ادي الموضوع ماشي كده. احنا مش داخلين مثلا ايه ان النادي الفلاني عايز اسلام فانا هخش اجيب اسلام عشان النادي الفلاني عايزه، ما عندناش احنا الكلام ده بالمناسبه. وزي ما قلت لكم قبل كده من اسبوعين او من 10 ايام قلت لكم ايه؟ قلت لكم يا جماعه المهندس عادل القيعي كل اللي حضراتكم الناس اللي بتتخيلوها صدقوني انا عارف انا بقول لحضراتكم ايه. الناس دي ماضيه عقود، ماضيه عقود. انا دلوقتي اللي بختار، انا عايز فلان بختار فلان، مش عايزه يبقى انا بشكره وبديله العقد بتاعه. وعمرنا انا قلتها قبل كده دي، عمرنا ما بنضر حد، ولكن كل اللعيبه دي ماضيه في النادي الاهلي، وكل اللعيبه اللي الاطار الجمهور النادي الاهلي بيتكلم فيها ماضيين في النادي الاهلي. ليه ماضيين؟ ليه؟ عشان عندهم ثقه كبيره جدا في اسم النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي. بس قال له امضي امضي، والله عرفنا نخلص النادي او احتاجناك بعد كده هنحتاجك، مش عايزينك اتفضل ادي العقود وتشكر جدا. بناء على مين؟ على اختيارات مين بقى؟ جهاز الفن، ولا اختياراتي ولا اختيارات حضراتكم ولا عمر النادي الاهلي بيخلص صفقه على الفيسبوك بالمناسبه. يعني انا عمري ما شفت حد بيخلص على الفيسبوك. النادي الاهلي بيجي ايه يقول لك اصل احنا خلصنا اسلام فننزل على الفيسبوك ان احنا نقول ان احنا خلصنا اسلام، عمري ما شفتها وعمري ما سمعتها وعمري ما هسمعها في النادي الاهلي. فكل اللي بيحصل على الفيسبوك او على كل مواقع التواصل الاجتماعي ما هو الا كلام. فانتوا الناس ما بتفكرش دلوقتي غير في الصفقات. يا جماعه احنا مزنوقين جدا جدا في حاجات كتير، مش النادي الاهلي بس، كل الانديه المصريه مزنوقه جدا في حاجات كتيره جدا، لانه اتحاد كره القدم زي ما انتم شايفين. انا مش هتكلم لان انا تعبت من الكلام في اتحاد كره القدم وقلبي وجعني بصراحه. فمزنوقين، لكن احنا كنادي اهلي لا نفكر، او الناس في النادي الاهلي الجهاز الفني واللاعبين ما بيفكروش غير في شيء واحد بس، انا فاضل لي 180 دقيقه وابقى بطل دوري، 90 دقيقة بكرة و90 دقيقة يوم الأحد، وأنا رابط المباراتين ببعض بالمناسبة. أنا عندي 90 دقيقة بكرة و90 دقيقة يوم الأحد اللي جاي.